بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل، بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فعلم الله به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وأعز به بعد ذلة، وكسر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر أمته بالتعوذ من الفتن، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان يأمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة بمجرد تذكر الفتن، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أرأيت فتنة تصل إلى هذه الدرجة، أن يبيع المرء دينه وأن يتحول من الإيمان إلى الكفر في يوم أو في ليلة. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، أو كثيرا ما يدعو: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فاللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون.
وقال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. والقرآن مليء بالحديث عن القلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكلم عن القلب وبين أنه الفيصل وأنه الملك الذي يملك جميع حواسك وأركانك وجوارحك. فكان يقول صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أن من أدوية القلب الناجحة الفعالة أكل الحلال، وأن الذي يريد أن يبحث عن صلاح القلب يبحث عنه بترك المتشابهات أو المشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة، كما تقول استغفر يعني أطلب المغفرة. فالألف والسين والتاء في بداية الفعل تفيد الطلب. فقد استبرأ لدينه وعرضه. والواحد منا دائما في حياته الخاصة والعامة دائما يقوم بما يسمى بالاحتياط أو بالاحتراز، أو عند تصميمه لشيء ما يقوم بما يسمى بعامل الأمان أو عنصر الأمان، كما يسمى في الدراسات في الهندسة وغيرها يسمونه السيفتي فاكتور أو الفاكتي المارجن، الفاكتور مارجن اللي هو مسافة بتعمل حسابك، بتصمم كوبري تصميمه على 50 طن، بتعمل حسابك وتكتب كده الحمولة 50 طن وانت مصممه على 80 طن، يعني تضرب في 1.6. احتراز، بتعمل عامل أمان، بتعمل معامل أمان، بتعمل عنصر أمان، بيصمم مصعد حمولة 5 راكب في 80 كيلو ب400 كيلو، بيصممه على 600 كيلو، لأنه ما بيقاش يسيب الوضع عند الوضع الحرج، دايما يعطي مساحة، هذه المساحة حتى يكون هناك أمان، ما يجيش بالضبط على قد الوزن تيجي تريلا أو يجي أشخاص يقع بيهم الأسانسير أو الكوبري يحصل فيه زي ما بيقولوا انهيار. أنت في حياتك بتعمل كده دائما، وأنت بتقود السيارة دائما بتعمل نوع من الاحتياط، ما بتمشيش جنب التلتوار على طول، تعمل حسابك نص متر، حسابك جنب السيارة التانية، بدل ما تبقى 10 سنتي تخليها 15 أو 20، احتياط انه ينحرف او انت تنحرف ما يحصلش فيه اي مشكلة. انت في حياتك ولو فكرت دائما تصنع ذلك، او كثيرا ما، وخاصة العقلاء. فمن باب اولى الاحتياط في امر الدين، وبينهما امور مشتبهات، ان هناك حلال هناك حرام، في منطقة بين الحلال والحرام، هذه المنطقة هي منطقة المشتبهات، ابعد عنها، اعمل حسابك وخد مسافة، ما تبقاش على الحدود مع الحرام مباشرة. هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذا هناك يعني علاقة وطيدة بين قضية صلاح القلب وبين قضية الحلال والحرام وبين قضية الصدق. فالذي يتجه إلى التقوى لابد أن يكون من الصادقين. ولذا قال الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصادقون، قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وامتحن قلوبهم يعني أخلصها، يعني خلصها، يعني نقاها، كما ينقى الذهب أو الفضة أو أي معدن عندما يوضع في النار، يخرج صافيا ويخرج صحيحا ويذهب الخبث بعيدا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وهذا هو الشاهد من الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القضية هنا قضية قلب، كيف يتعهد المرء منا قلبه، وكيف يبحث عن صلاحه، لأنه بصلاح القلب تصلح جميع الأعضاء، وبفساده تفسد جميع الأعضاء. ولذا ارتبط ذلك دائما في القرآن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم يقولون ذلك، لكن القرآن قال خلاف قولهم وبين أنهم كاذبون، وما هم بمؤمنين بل إنهم مخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ومصيبتهم أنهم لا يشعرون حتى يوم القيامة. هؤلاء إذ يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا استنوا شوية عايزين نمشي معاكم في النور، ما كنا معاكم في الدنيا عايزين نكمل المشوار معاكم لغاية ندخل الجنة، انظرونا نقتبس من نوركم. ماذا يصنع بهم؟ يبدأ النور ويظنون أنهم مستمرون في هذا النور، ثم ينقطع عنهم النور ويستمر مع المؤمنين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قباله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى وربنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هكذا حال المنافق في الدنيا والآخرة، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، والمصيبة أنهم لا يشعرون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إيه العلة وإيه المشكلة؟ في قلوبهم مرض، مرض شهوات ومرض شبهات، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، شوف ماذا يقولون، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لما يعني يصل لهذا الدرجة من مرض القلب أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أنه متبع للهوى وليس متبعا لشرع الله عز وجل، بل هو يطعن في من يتبع الشرع، هو يطعن في من يوحد الله عز وجل، هو يريد البدعة، يريد الشرك، وأظن أن هذا هو الصحيح. هل سمعت هذه المقالة؟ وقال فرعون من القرآن، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ليه يا فرعون؟ إني
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الملأ من قوم فرعون يحركونه، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. تخيل تخيل، شوف لما الباطل يبقى ينقلب العافية حق بالكذب والبهتان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. لما نشوف السبب إيه نستقي ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، أو عودا عودا كعود الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن الأمر واضح الآن، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن وبين أنه ينبغي للعبد عندما تعرض عليه الفتن وليس عندما يتعرض هو للفتن، ما يذهبش هو إلى الفتن بنفسه ويذهب ليشاهد ويسمع هذه الأمور التي تدمر القلب وتمنع عنه الحياة والنور. بل هو بعيد عن الفتن ولكنه جاءته عرضا، جت كده. يعمل ايه لما تجيله الفتن كده؟ تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، زي ما تعمل انت الحصير تلتصق بالقلب وتيجي صف ورا صف، فيما قلب أشربها مثل الاسفنج كده نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة ورا نقطة ونقطة لغاية ما يحصل بعيد عنك، يحصل قلب يبقى أغلف، يبقى في قلوبهم أكنة، يبقى على القلب الران، يقفل على القلب خالص. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى كيف بداية نتعامل مع الفتن؟ أولا بداية نبادر كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ذكر الفتن، مجرد ذكر الفتن مش حدوث الفتن، يقول: الله أكبر فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات. هذا هو المؤمن المبادر، يبادر بقيام الليل من الآن، يبادر والله، بس يبادر بأول خمس صور من القرآن نزلت بس، يعمل اللي عملوه لعملوا النبي عليه الصلاة والسلام ولعملوا الصحابة مع نزول أول خمس صور من القرآن، ليس خمس آيات. السورة الأولى سورة العلق، الثانية القلم، الثالثة المزمل، الرابعة المدثر، الخامسة الفاتحة. اقراهم من تاني واعتبر ان انت لسه في بداية الدعوة، وتعجب كيف يبدأ وتبدأ الدعوة ويتحرك الدعاء من منطلق تربوي بحت، وبداية قيام الليل التي تؤهل العبد لكي يقوم بهذه الأحمال الثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أعد قراءة هذه الآيات ثم انظر: قم الليل إلا قليلا في أولها،
وانظر إلى آخرها، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وهذه ثلاث مقامات: أعلاها ثلثي الليل، وأدناها ثلث الليل، وأوسطها ونصفه تلت، نصف تلتين. هو ده مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقام الأصحاب رضوان الله عليهم. أين نحن من هذه المقامات؟ ونتمثل كأننا نبدأ الدعوة إلى الله عز وجل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ومع ذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وبالرغم من هذا المرض وهذا السعي وهذا الجهاد، بالرغم من ذلك فاقرأوا ما تيسر منه. ولا حياة للقلوب إلا بالقرآن، ولا سلامة للقلوب إلا بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذه فوائد: أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه مادة الحياة، جعلناه نورا، هذه مادة النور، والقلب يحتاج إلى حياة فيكون قلبا حيا، والقلب يحتاج إلى نور فيكون قلبا مبصرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن هذه البدايات. هل تعلم أن سورة القلم هي السورة الثانية؟ أول سورة، سورة العلق، سورة اقرأ، في أول 4-5 آيات الحديث عن اقرأ مرتين، وعن علم مرتين، وعن علم، وعن وعن وعن. أين نحن ونحن أمة اقرأ؟ أين نحن من هذا التوجيه القرآني مع أول آيات تتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قراءاتنا؟ أين فهمنا؟ أين علمنا؟ هل تعلم أن معدل قراءة العربي المسلم في السنة لا يزيد عن نصف ساعة؟ وهل تعلم أن معدل قراءة الأوروبي والأمريكي في اليوم ساعة؟ يعني بيقروا في السنة متوسط 300 ساعة، احنا بنقرأ في السنة نصف ساعة، يعني النسبة 1 إلى 600، احنا 1 وهم 600. ونقول لماذا لا ننتصر؟ لماذا لا نتحرك؟ المسلم الواعي الداعي إلى الله الذي لا يقرأ كل يوم على الأقل 3 ساعات ليس من الدعاء إلى الله عز وجل. سألت أحد المشايخ وابني كان عنده 15 سنة، أريد منك نصيحة لهذا الفتى، قال هو ينتهي من هذه الكتب الثلاثة ثم يأتيني ليعطيه النصيحة الثانية. ما هي الكتب يا شيخ؟ قال ينتهي من فتح الباري شرح صحيح البخاري، وينتهي من شرح صحيح مسلم الإمام النووي، وينتهي من مجموع الفتاوى لابن تيمية، 35 مجلد مجموع الفتاوى، 11 مجلد فتح الباري، 5 مجلدات صحيح مسلم، 50 مجلد في 500 صفحة ب25,000 صفحة. خلصهم في كام يا ابني؟ خلصهم في 3 سنوات ولا في 4 سنوات؟ خلصهم في 3 سنوات. يعني السنة هتعمل كام؟ اقسم 24,000 حتى عشان تبقى قريبة الحسبة، هتعمل 8,000 صفحة. يعني في اليوم في الشهر هتعمل كام؟ اقسم
على 12 هتعمل كام تقريبا؟ 350-360 هتعمل كام في اليوم؟ اقلها في اليوم هتعمل 10 صفحات. العشر صفحات دول يا دوبك ساعة ونص تقريبا او ساعة. انت عايزك كل يوم ساعة، معدل ساعة في اليوم عشان تتم الكتب دول في 3 سنوات. طب عايز تخلصهم في سنة عشان تبقى طالب علم ومجتهد، يبقى خد لك كل يوم 3 ساعات. هذا مثال واضح للذي يريد ان يتحرك ويتحرك ويحرك. هذا مثال واضح لمعنى كلمة همة. صديق لي أخبرني كان مسافر ألمانيا، وبعدين هو جات له تعبان من السفر وجات له غفوة كده، طفل صغير، طفل بيقول له أمه، بيشاور على الرجل هذا، يشاور عليه ويعجب أن هذا الرجل ينام ولا يقرأ، وكل من في القطار مسافات كتير كلهم يمسكون كتاب أو مجلة، مش مقصود به الجريدة ولا مقصود حاجات للتسلية ولا حاجات حتى للتعلم من خلال الجامعة، لا، قراءة بمعنى قراءة. رجل أقرأ الآن كتاب بين شتى الجبهات اسمه مراد هوفمان، هذا كان المتحدث الرسمي لحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، وقرأ عن الإسلام وأسلم في نهاية الثمانينات. فأعتعجب كيف كان يقرأ وكيف كانت يعني قلبه علم أن كل ما يكتب أو معظمه تشويه لسورة الإسلام، فقرأ من مصادره الأساسية، وانظر كيف كتب، وانظر كيف استوعب الإسلام. والله لم أدري كيف استوعب هذا المعنى العظيم، وكيف أنه أعلن أنه مذ أسلم تحرر من كل قيود بسبب عبوديته لله عز وجل وحصل على حريته المطلقة. وقرأ: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قرأها ليس كما نقرأها، والله ليس كما نقرأها. وخلص أن المسلم يخرج إلى الدنيا دون ذنب ودون خطيئة ودون عقدة ذنب، أما غيره فيولد وفي رقبته عقدة الذنب يتحملها، الخطيئة كما يقولون. وقال: أسلمت فخرجت نقيا وليس علي خطيئة كما يدعون، بل أنا أولد بلا خطيئة، ما ذنبي أن أحاسب على ذنب اقترفه غيري إن كان هو قد اقترفه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. عد معايا وقل لي أي إنسان في الوجود مسلم أو كافر، كل الناس هل يختلفون معنا في هذه القضايا؟ هذا هو الإسلام العظيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، أنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. وشوف يختم بأنه هو أضحك وأبكى عشان يبين لك هذا هذه الحكمة البالغة في هذا التناقض العجيب. تولد باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، سبحان الله، كل أقاربك مبتهجين، كلهم مبتهجون بأنك قد جئت إلى الدنيا، وأنت الوحيد اللي بتبكي، ولو لم تبكي تموت، لو لم تبكي يمسكك الطبيب أو الأب يقلبك كده ويخلي رأسك تحت ويهزك وهو قلق لغاية ما تصوت، لأن لو ما بكيتش معناها إن الرئة مش شغالة. تخيل أنت الوحيد اللي بتبكي وكلهم إيه بيضحكوا. خليك ناصح وحافظ على القاعدة، لما تيجي تموت اقلب تبقى انت الوحيد اللي ايه بتضحك وهم كلهم ايه بيبكوا على الفراق. ولدتك امك يا ابن ادم باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم اذا ما بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فهذه قضايا تحتاج الى مراجعة، نحتاج الى ان نقرأ، نحتاج إلى أن ندعو. أقول لكم مرة أخرى، عودوا واعكفوا على أول 5 سور، اقرأوا في 20-30 تفسير، شوفوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، لماذا أنزل عليه الأمر بقيام الليل مع بدايات الدعوة؟
وانظر إلى المدثر، وانظر إلى تلك الحركة المتدفقة التي تحرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات 22 سنة لم يجد طعما للنوم أو للراحة. يا أيها المدثر قم، وكانت قم، قم أيها المسلم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر وربك فكبر. دع كل الرايات، دعها، ارميها، ادفنها، وقل الله أكبر، كبر الله عز وجل. أمر المحسن أمة، أمة، مسلمون، بلاد، شعوب عخرت الولاء والبراء على غير لا إله إلا الله. مصير أمة النهاردة معلق بماتش كورة، الكورة كده بيركلها بالأقدام، ولاء وبراء ليس له نظير. والله يا ريت الولاء والبراء ده يكون لله. تخيل قنوات فضائية تحشد وتؤجج نيران الفتنة، وشعب لا وعي ولا إدراك تحولت كل همومه وكل آماله في هذه 90 دقيقة. أي أمة هذه؟ والله أمة نبكي عليها، أمة ضائعة، أمة تحولت إلى أمة لا تعرف معنى الحياة، أمة ليس لها هدف. نسأل الله العافية. ثم يسألون لماذا ننهزم، ولماذا اجتياح غزة، ولماذا ولماذا. اليهود أرسلوا أقمار صناعية، اليهود صمموا طائرات أكثر تقنية من طائرات أمريكا، اليهود صمموا صواريخ مضادة للصواريخ، لكن نحن الآن معبؤون لمجرد أننا ينبغي أن نفوز في يوم 15 نوفمبر. والله الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر والذي لا يريد أن يتعرض قلبه للفتن عليه ألا يتابع جريدة وألا يشاهد هذا، لله عز وجل، لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، وهذا أحد أسباب صحة القلب وعلاجه، وأن يكون قلبا أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تقول كيف تخلط يا شيخ هذه المعاني؟ أقول لك أخلطها كيف وقد كنت أصلي في العشاء، وبعد أن انتهى الإمام من القراءة من سورة الفاتحة أسمع في الشارع كله صوت عجيب ملأ أركان المسجد. طلعنا من المسجد، إيه اللي حصل؟ دخلنا جون في إيطاليا، وبعد كده فزنا على إيطاليا. كلهم قاعدين فين؟ مع الشيشة ومع السجاير وفي القهوة وبتفرجوا على الماتش، وبعدين محدش فيهم في المسجد. مش دي محدة لله وللرسول؟ بنقول ليه مش بننتصر؟ ويسألني اللي عنده شبهة وعنده التباس يقول لي يا عم الشيخ ازاي ربنا ما نصرناش؟ مش ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ تقصد ايه يا ابني؟ تقصد ربنا يتخلف عن معوده؟ حاشا لله، ومن أوفى بعهده من الله. مدام ربنا قال كده لازم يحصل كده. لو تخلف النصر مش بتخلف موعود الله، بتخلف الصفة اللي وعد بها ربنا بالنصر، ان احنا نكون مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عايز تعرف يا ابني عن ايه المؤمنين؟ عايز تعرف؟ ده كان درس للصحابة قبل ما يكون درس لنا. في تاني آية في الأنفال
الأنفال يسألونك عن الأنفال، الإجابة الفقهية دي الآية رقم واحد، في الآية رقم 41 واعلموا أنما غنمتم من شيء، دي تلاقيها في كتب الفقه، لكن في كتب التربية والإعداد وكتب تربية الأمة اقرأ من آية 41 عشان تعرف قضية الأنفال دي قضية مش قضية توزيع، قضية إعداد وتمكين لهذه الأمة. يسألونك عن الأنفال، كان ممكن يقول كل الأنفال فإن خمسه لله وللرسول، لا آية 41 لا، جابها من آية 1 لا 40 تربية للأمة، لغاية ما هم قالوا خلاص. زي واحد يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له متى الساعة، الرسول مش يقول له الساعة، كان ممكن يقول له زي ما قال جبريل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن الرسول مربي يقول وما أعددت لها، حوله إلى العمل، ودي قضية مهمة جدا. ما يجي واحد يقول له نقول وما أعددت لها، لكن الصحابي سأل فقيه وعاقل علم أن حب الله وحب الرسول من أقرب القربات إلى الله ومن أعظم الإعدادات للساعة، قال يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني متواضع، والله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، كثير صيام ولا صدقة ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. فقال أنت أعمى من أحببت، حتى روى الحديث أنس يروي يقول ما فيش حاجة فرحتنا قد الحديث ده بمعنى الكلام، ويقول وأنا أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهما، يا رب إنا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، اللهم أمين. والرسول يقول يعلمنا المبادرة، يقول 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. سأله أحد الصحابة منهم قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، أم واحد من الصحابة، هذا اسم الشخص المبادر عكاشة، قال أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. جه واحد تاني، التاني ده مش مبادر، التاني فاتت عليه. الرسول بيعلمنا أن من الأصل تتحرك تبادر أنت من الأول، فقال له أنا يا رسول الله، قال سبقك بها عباء عكاشة، عشان نعرف أن السبق له معنى، أين السابقون السابقون، هكذا يريد بكم ويريد منكم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن تكون ممن يقول له الرسول سابقك بها. انظر إلى القلب وأهمية القلب عندما تقرأ هذه الآية أو تلك الآيات، وعد معايا عشان نفهم إيه أهمية القلب. والله يا أخواني مش هقول لك يوم، مش هقول لك ساعة، والله لحظة، لحظة صدق، وربنا يطلع على هذه اللحظة، لحظة الصدق، والله يعلم سره وأخفى، والله عليم بذات الصدور. شوف اللي هيجرى لك إيه، عد معايا الخيرات والبركات والفتوحات والانتصارات بسبب أن الله علم ما في قلوب أهل باعة الرضوان، أهل البيعة، أهل الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، أول شيء راضية، عد معايا راضية الله، ولو رضي الله، إذا رضي الله عن مؤمن ينال السعادة طول الحياة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، حطها دي، حطها في دائرة، حطها في مربع، دخل قلبك، حطها على إيدك كده وانت رايح وانت جاي، فعلم ما في قلوبهم، وشوف قلبك ربنا يعلم في إيه الآن، شوف ربنا يعلم قلبك وخليك تجتهد وابكي لغاية ما ربنا يطلع على قلبك يعلم فيه هذا الخير الذي كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عد معايا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعوه على الموت والتضحية والفداء لدين الله عز وجل، لله ولرسول الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وحط دي في دايرة ركز فيها، فعلم ما في قلوبهم، قام وشوف اللي وراء، فأنزل السكينة عليهم. وما أدرك ما السكينة، ألم يقل الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
يعني لما ينزل عليك السكينة يزيد عليك الإيمان ويمدك العزيز الحميد بمدد بجنده. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ولا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فوق من 10 بركات وإمدادات وخيرات وفتوحات من ربنا عز وجل لمن علم الله ما في قلبه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالتقوى وأن يجعلنا ممن امتحن قلوبهم للتقوى وأن يجعلنا من أهل القلوب الصحيحة السليمة المخبثة اللينة الأوابة المنيبة الوجلة لله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد إخوتي الأحبة نعود لنبين تلك الآيات في بدايات سورة الأنفال التي تبين من هذا الذي وصف بوصف المؤمن إذا ما اتصفنا به يتحقق موعود الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ماذا قال الله عن هؤلاء المؤمنين؟ إنما المؤمنون أدي واحد عد معايا 5 صفات عدهم ولما تروح اكتبهم قدامك وشوف عشان تعد وتكون قد أعددت الأسباب للنصر وتدعو الناس إلى تمثل هذه الأسباب والتمسك بها حتى نكون أهلا لموعود الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هتشوفها في الأول كده ممكن نظرة سطحية لكن امسك فيها واعرف يعني إيه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لو على سبيل المثال ودي أمثلة بسيطة من غير الخوض حتى في التفاصيل وفي الكتب التي تتكلم عن إصلاح القلوب. لو قلت وسمعت المؤذن الله أكبر والناس قاعدة تتفرج على ماتش، هذا سؤال، هل حدث في قلبي وجل؟ هل أول ما قال الله قفلت الدكان وقفت العربية حصل عندي وجل في القلب اللي في ايدي ده ما يستويش وان الله اكبر ورحت وهرولت وسعيت كما امر الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله، هل صنعت ذلك؟ ده مثال بسيط لكن في كمان نخش
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. مش ممكن مجرد أن يهم بالمعصية ذكر الله عز وجل، ذكر المقام، الخوف من الله، ذكر اطلاع الله على العبد، ذكر ذكر ذكر. بتحرك أعلى شوية ونشوف أن ربنا مطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. نبدأ نتفاعل مع أسماء الله عز وجل وصفاته، نرتقي أكثر وأكثر. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أرتقي أكثر وأكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرتقي أكثر وأكثر. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض، مش تدمع بس، تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. واربط، أربط إن القضية قضية معرفة. إن الذين أوتوا العلم من قبله قضية أوتوا العلم. ولذا قال أحد الأئمة الإمام إبراهيم التيمي إن الذي يقرأ القرآن ولا يتنطبق هذه الآيات ليس من الذين أوتوا العلم، ما هوش منهم. اللي أوتوا العلم هم دول صفاتهم. فتلاقي المسألة مرتبطة، وجل القلب دخل بالعلم بالله، مع العلم بأمر الله، دخل في قضايا كثيرة جدا. وفي النهاية القلب دي نمرة واحد، ودي مجرد يعني بنمشي بسرعة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبحان الله. وكمان تاني، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اللي بيسألك يقول لك ليه ربنا ما نصرناش، قل له تعالى نقعد مع بعض ونمسك الخمسة دول. احنا ناخد كم من مية؟ ناخد 10%، 15%، 20%؟ يا ريت، والله يا ريت نوصل ل20%. يبقى القضية واضحة. لما ربنا عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا، هم دول الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فين اليقين اللي عند الأمة المزعزعة اللي مخوخة، الأمة الضيعة، الأمة اللي جننت نفسها ولاء وبراء، وأزمة بين شعبين، والنساء تطلق، ومشاكل، واحد تيجي له السكتة القلبية لما يدخل جون. ليه؟ ليه الأمة مضيعة؟ ليه الأمة مغيبة؟ لماذا نحن في هذا اللاوعي؟ ولماذا رضينا بهذا الدون؟ لماذا؟ لماذا رضينا بهذا الإسفاف؟ نفسك إلا بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف إن لم تقطعه وإلا قطعك، ومن لم تشغله نفسه بمعالي الأمور شغلته الدنيا بسفسافها أو بسفاسفها. نهبط إلى الحضيض، نصل إلى هذا الدرك الأسهل، نذهب إلى هذه الانهزامية واللامبالاة وانعدام المسؤولية. أين أنتم يا أمة الإسلام؟ أين أنتم من قول الله عز وجل من المؤمنين رجال رجال رجال؟ أين الرجولة الإيمانية التي تكاد تنعدم في هذا الوقت مع زيادة هزيمتنا، ومع اقتحام اليهود المسجد الأقصى، ومع تصميمهم على بناء الهيكل؟ وليس لنا إلا الحناجر، وليس لنا إلا الصياح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
أين الصدق مع الله؟ وأين موعود الله الذي تخلف بسببنا، بسبب تخلف شرطه، وهو أن نكون من المؤمنين حقا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصادقون صدقوا ما عهدوا الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. القضية واضحة لا لبس فيها، نحتاج إلى صحوة في داخلنا. هذه الصحوة أن نبدأ بأنفسنا، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين نبدأ هذه الرحلة؟ أين نبدأ إدارة الذات؟ أين نبدأ إدارة التغيير؟ وأين نبدأ إرادة التغيير؟ أين ومتى نبدأ؟ أين ومتى نعلن للناس أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كما قالها أحد مشايخنا؟ أين نقول للناس إننا نتحرك بالتوحيد إلى غيره، وليس من التوحيد إلى غيره؟ بل التوحيد معنا في كل مراحل الدعوة، وفي العقيدة، وفي العبادة، وفي المعاملة، وفي الآداب، وفي الأخلاق، وفي الأحكام، وفي كل شيء. احنا كنا الشبهة صغيرة نتهز، واحد كده اوروبي ولا امريكي يجيب لك الكعبة ويجيب لك اهو الصندوق الاسود اهو، ما انتوا بتسجدوا له؟ ما انتوا بتسجدوا للحجارة وتقولوا اصنامه بتاع؟ ترد عليه تقول له ايه؟ هرد عليه اقول له ايه؟ فين المسلم يعرف يرد؟ هو حرف غر واحد. تقول: من قال لك اننا نسجد للكعبة؟ اننا نسجد لرب الكعبة، أما الكعبة فإننا لا نسجد لها وإنما نسجد إليها. إحنا بنسجد إلى الكعبة، يعني دي كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قبلة عشان كل المسلمين تبقى لهم وجهة واحدة، لكن عمرنا ما سجدنا لها. مع أنش بسيطة، هو حرف جر. هو قالك بتسجد للكعبة، قول له: لا، شيل ليدي وحط إله، بس انتهى الموضوع. تقوم تمسكه بعد كده تدعوه للإسلام، بدل ما يلقي بك فتنة في قلبك تتهز. إذن نحن نحتاج حتى أن نعرف كيف نفكر. أريد من إخواني على سبيل المثال أن يبدأوا بحثا ويجتهدوا فيه عن لماذا وكيف. أي حاجة عايز تعملها عود نفسك ليه وازاي. مثال: عايز تدعو إلى الله عز وجل، اعكف سنة كاملة، مش يوم ولا يومين ولا أسبوع، كل مجموعة ما تقلش عن 4 أو 5، واعملوا أبحاث دقيقة لماذا ندعو إلى الله وكيف ندعو إلى الله بس، وابدأ شكل نفسك من جديد. ما تبقاش عايش ورا المشايخ تسمع وتمشي وتروح وتيجي وبقالك 20 سنة وما تحركتش، ما طلعتش منبر، ما تهزش قلبك لله، لم تدعو إلى الله عز وجل. أمتى هتتحرك للدعوة؟ أمتى قلبك يأكلك على الإسلام؟ أمتى تطبق سورة العصر وتواصل بالحق؟ أمتى تنفذ المهام الثلاث المطلوبة منك يا مسلم؟ ربنا قال لك: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني عيش بالإسلام وللإسلام لغاية ما تموت على الإسلام. دي معنى ولا تموتن، ما تموتش إلا أنت مسلم، يعني حياتك. اعمل زي سيدنا يوسف، كان همله بعد ما بقى عزيز مصر: توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. إزاي ربنا يتوفاك مسلم؟ تأدي واحدة من الثلاثة دول، وياريت تبقى في كل لحظة بقى الثلاثة مع بعض. عشان أعيش للإسلام لازم أتعلم الإسلام، العلم بالإسلام، وبعد العلم مباشرة العمل بالإسلام، بعد العلم والعمل، العلم بالإسلام والعمل بالإسلام، الاثنين دول لك أنت، التالتة لازم تشتغلها، العمل للإسلام، العمل للإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله، ده العلم، ده البصيرة، ده اليقين، ده الإيمان.
بعد كده العمل ثم استقاموا على طول. قل هذه سبيلي، يقول لك ايه لما يقول الرسول وأن هذا صراطي مستقيم، ده علم القرآن على طول، ده منهج القرآن، فاتبعوه. اشتغل اشتغل اهدنا الصراط المستقيم، ده علم. بعد كده اتحرك صراط الذين أنعمت عليهم، فمن اتبع هداي اشتغل. الهدى انت شفته تتفرج عليه، ثقافة رأي ورأي آخر، ندوة للحوار، لا. فمن اتبع اشتغل يا مسلم اتحرك. إن الذين قالوا ربنا الله بعد الإيمان واليقين والبصيرة والعلم تعمل ايه؟ ثم استقاموا، دول بقى أهل الولاية والنصرة من الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الدنيا قبل الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انتهت المهمة؟ لا. ليه؟ لسه الثالثة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ده علم بالإسلام وعمل بالإسلام. فين العمل للإسلام؟ أهو. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وتسلح وتواصل بالصبر، تسلح بالأخلاق، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، عامل الناس بالرفق. ابدأ بالأول ثم الأول، اتعلم يعني أولويات الدعوة، وتعلم يعني أوليات الدعوة، وجاوب على الأسئلة. انت ليه بتدعو إلى الله؟ لو معرفتش تجيب 40 إجابة يبقى انت لسه معرفتش يعني ايه الدعوة إلى الله. كلمة لماذا أدعو إلى الله جيب تحتها على الأقل بقولك 40 إجابة. ليه؟ لأن لماذا دي تجارة النيات، اللي هي تجارة العلماء، هي دي تجارة العلماء. انت اسأل نفسك الأول عشان تاخد أجر، انت بتدعو الله ليه؟ وكلمة لماذا دي إجابة على 5-6 حاجات، مش حاجة واحدة. إجابة عن النية، وإجابة عن الغاية، وإجابة عن الهدف، وإجابة عن الفضل، وإجابة عن العاقبة، وإجابة عن الأثر. يعني إيه عاقبة الدعوة؟ إيه فضل الدعوة؟ إيه أثر الدعوة؟ إيه الخير حيجيلي من الدعوة؟ إيه نيتي للدعوة؟ إيه هدفي من الدعوة؟ اكتب كل ده عشان يبقى أنت بتشتغل بوعي، ويكون في اعمال للعقل والفكر واعمال للقلب وانت بتتحرك لله عز وجل. واسأل كيف هيصل عندك لخبطة، تقول هي كيف دي يعني ايه؟ يعني ادعو الى سبيلي بالك وحكمة والموعظة الحسنة، يعني اول ما تدعوهم اليه، يعني الاولويات، يعني الاوليات، ولا يعني الخطبة، ولا ادعو بالخطبة. يبتدي بقى يقرأ كتب يلاقي كيف دي غير بماذا. كيف دي الطريقة، لكن الوسائل خطبة، درس، كتاب، موعظة، محاضرة، إيميل، أي حاجة، دي بقى إيه؟ بما تدعو إلى الله. يبقى وانت بتشتغل هتلاقي نفسك طرأ لك سؤال جديد، نقول لا ده الشيخ ما قالوش، الشيخ قال لماذا وكيف. ده انا اكتشفت حاجة كمان، اكتشفت ان هو ما خدش باله وما اتكلمش عن وسائل الدعوة. يبقى احنا عندنا 3 اسئلة من السؤالين: ليه بندعو الى الله، كيف ندعو الى الله، بما ندعو الى الله. وتفتق ذهنك واعمل حاجة لنفسك اولا، ثم لله، ثم لدينك عز وجل. شوف انت عايز ترضي ربنا ازاي، تعمل لله ازاي، واكتب وفكر وخلي همك هم الإسلام. هذا السؤال انت طرحت هذا السؤال على الإخوة في بعض الدروس والمحاضرات، لماذا أقرأ القرآن وكيف أقرأ القرآن، وإن شاء الله عدينا وصلنا ل80 إجابة. بنقرأ القرآن ليه؟ أجلس مع الناس الحرم وهو جاي من العمرة وددش وعرف اسمه منين، من بلد كذا، طيب انت جيت العمرة ليه؟ يضحك يعني، بص كده يستغرب يعني، والراجل ده يعني بيسألني هو عارف انا جاي ليه. تقول تعالى كده ندردش مع بعض نشوف لماذا نعتمر، لماذا نحج. الراجل فوق ان احنا جبنا 30 إجابة على السؤال، قلت له فين نية شد رحال إلى المساجد، ونية تشوف شعائر الإسلام وتوقر ذلك، ومن
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظم الكعبة ليه وإحنا قاعدين، والتاريخ وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد والطواف وعظمته والنظر للكعبة وماء زمزم والدعاء المستجاب وا 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 وا. الله ده إحنا جاوبنا 30 إجابة. الله يبقى إذا القضية إن إحنا مش عايزين نشتغل بالعادة، مش عايزين نشتغل بالقصور الذاتي، عايزين نوع من عقولنا. القرآن يا أخوانا، القرآن بعد لفظ الجلالة أكبر إحصاء لتكرارات في القرآن لفظ الجلالة الله، بعدها مادة عالمة، عالمة دي تاني واحدة في التكرارات، آلاف المواضع فيها عالمة مشتقاتها، عليم وتعلم وعلم ويعلمون وتعلمون. ده غير بقى القضايا الأخرى، تفقهون تذكرون يتدبرون. فين احنا من التدبر؟ فين احنا من التذكر؟ فين احنا من الفهم؟ فين احنا من العمل العلم؟ فين مسائل تحتاج إلى مراجعة ونحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق، ويحتاج كل منا بدأ أن ينظر إلى غيره بنظرة الإسقاط، عليه أن ينظر إلى نفسه، كل واحد يبص نفسه، ماذا قدم للإسلام، وما همته، وما هو فكره، وما هي غيرته، وما 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 وما. ويسأل كل واحد فينا حسب نفسه. يا أخوانا كلنا مقصرين، كلنا مقصرون، والله نحتاج ان احنا نتحرك بهمة اكتر ونفكر بطريقة يعني اوسع، ونعرف يعني ايه تفكير. مجرد كلمة تفكير والله عايزين نعرف، عايزين نتعلم، والله عايزين نتعلم كيف نفكر. والله تخيل النهاردة عشرات بل مئات الكتب في قضية التفكير وفي قضايا الإدارة، أين نحن منها؟ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.